قال السفير علي العرادي رئيس قطاع التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية خلال استضافته في برنامج بكم نعود، قال إن التوجيهات الملكية السامية بتطعيم المواطنين في الخارج تعكس حرص جلالته على رعاية شؤون المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم حول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والجهود التي يقوم بها الفريق الوطني في التعامل مع جائحة كورونا. هذه التوجيهات السامية غريبة على جلالة الملك، اللي طالما ما عودنا على مثل هذه التوجيهات اللي دائما تصف في مصلحة المواطنين ورعاية شؤونهم في 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 كل مكان أينما وجدوا. وطبعا المتابعة الدؤوبة أيضا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر وقيادته لفريق البحرين، اللي بالحقيقة يخطو بثبات نحو تنفيذ كل الخطط اللي وضعوها للتعامل مع فيروس كورونا وتداعياته، ويعني بروح يعني قوية، بروح يعني يملأها حب التحدي وعشق الإنجاز إن شاء الله، اللي يعني تكلل بالنجاح إن شاء الله مثل ما نشوف. طبعا من صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارتي الصحة والخارجية على تنفيذ الأمر السامي، حقيقة يعني أخذنا التوجيهات من سعادة الوزير سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الموقر بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، وعقدنا عدة اجتماعات منذ اليوم الأول من صدور القرار، وبدأناها الله يسلمكم في موضوع الحصول على الموافقات الخاصة من الدول بالتنسيق مع سفاراتنا، الموافقات اللازمة لشحن اللقاحات وتطعيم المواطنين بإشراف من سفارات مملكة البحرين بالخارج. طبعا تكلل هذا العملية أيضا حصر للمواطنين المتواجدين في الدول، وإعداد روابط إلكترونية لتسجيل المواطنين ومعرفة اللقاح اللي يناسبهم في الدول اللي متواجدة فيها سفاراتنا، ويعني أيضا عملنا على كل الأمور اللوجستية مع وزارة الصحة في توفير اللقاحات اللازمة وشحنها إلى الدول.